تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة مئات و أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة نجحت الوزارة في ضبط قرابة أربعة أطنان فضلا عن ضبط قرابة 102 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات